تحت تساقط الثلوج التقيت بالدكتور معتصم الحنيطي. دكتور معتصم، وين حنا فيه؟ يلا حيكم. أنتم الآن هنا في مدينة عمان في أرض الحشد والرباط في موقع أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة كاملة هي سورة الكهف. ندخل؟ تفضل. ويقولون أن اسمه هذا المكان الرقيم. نعم. أكمل دكتور معتصم. الله يحييك. الرقيم اختلف العلماء في تفسيرها، هل هي الرقيم اسم الحجر الذي رقم عليه سورة الكهف أو قصة أصحاب الكهف، أم اسم الوادي أو الجبل المجاور للفتية؟ وأصح أقوال المفسرين أنها هي اسم المنطقة المجاورة للكهف، ولذلك لها نصوص تاريخية قديمة من آلاف السنين أن هذه المنطقة كان وما زال اسمها الرقيم، وهذا مما يدل على أنه هذا هو الكهف المذكور في القرآن الكريم. ولكم أن تتخيلوا وهم نيام في هذا المكان في رعاية الملك العلام، يقلبهم ربي ذات اليمين وذات الشمال، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بل زادهم أكثر من ذلك، قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، كانت أعينهم تفتح وتغلق لئلا تصاب هذه الأعين بالتلف، وتدخل عليهم الشمس بقدر، قال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تدخل الشمس إلى هذا الكهف بقدر وقت الشروق في فصل الصيف من هذه الكوة، ووقت الغروب في فصل الشتاء والخريف والربيع من هذا الباب. وأيضا تفكروا أيها الأحبة كيف أن هذا الكوكب العظيم الهائل الكبير الذي يكبر الأرض بعدة مرات ويبعد عنا ملايين كيلومترات كان في خدمة الفتية النيام، لأن المؤمن عزيز على الله. لهم في هذا المكان سبعة قبور، هذا قبر الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهنا أيضا قبر اثنان ثلاثة، المجموع سبعة. هناك بعض الأحبة يسأل دائما كثيرا كيف عرفتم أن عدد أصحاب الكهف سبعة؟ قال ربي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب، أي أن الله كذب هذا القول. ثم يستثني عز وجل ويقول ويقولون سبعة وثامن كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس رضي الله عنهما هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول أنا أحق الناس بمعرفة عددهم هم سبعة وثامن كلبهم. وين مكان الكلب؟ الكلب كان خارج هذا المكان، وللكلب قصة عجيبة لابد لكل واحد منا أن يتفكر في موضوع الكلب. قال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، نسب الكلب إلى أصحاب الكهف.